بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نستعين. هكذا متابعينا الكرام ننطلق مع هذا الشوط الذي يحمل لنا في طيات هذه الأسماء من الصعوب، وشوطنا الأول الخاص هنا بالجعدان لفئة الصعوب هنا من خلال هذه التحديات وهذه المنافسات الرائعة والجميلة. هنا الصدارة الأولى والمركز الأول ياتي شعار النعيمي هنا من خلال هذا المسار وهذا الاندفاع هنا متابعين الكرام من خلال تحديات هذا الشعار وانطلاقة هذا الاسم. مشاهدين الأعزاء متابعينا الكرام، ياتي شعار النعيمي من خلال تحدياته وانطلاقاته الرائعة والجميلة. هنا شعار بن معضد على الصدارة بينما هناك المركز الثاني. ثاني الأسماء شعار حمد بن علي بن حوشي العامري، بينما هنا الوصول، هنا الوصول من العبار لمحمد بن عبد الله راعي الطيرة العامري يقدم لنا العبار في هذا المسار. وهناك أسماء رائعة قادمة، ولكن هناك بن معضد النعيمي يتواصل في هذه اللحظات على الصدارة الأولى على المركز الأول والقيادة الأولى من خلال هذا المسار وهذا الاندفاع. متابعينا الكرام، إذن شعار سعيد بن عبيد بن معضد النعيمي هنا على الصدارة، ولكن راعي الطيرة مع العبار، وعبر العبار، عبر العبار إلى الناموس إلى الانتصار. سلام العبار، سلام، يخطف ناموس هذا الشوط الأول لفئات الصعوب. ومحمد بن عبد الله راعي الطير العامري من طار بناموس هذا الشوط. المركز الثاني كان شعار بن حوشي أيضا أتى مع شاهين حمد بن علي بحوش العامري. ثالث الأسماء وصل الشعار سعيد بن عبيد بن معضد النعيمي على ثالث الأسماء. إذا عودتنا بالتانية والناموس متابعينا الكرام ومشاهدين الأعزاء لمحمد بن عبد الله راعي الطير العامري من قدم لنا العبار في هذا الشوط. والتوقيت الزمني لحظة وصول العبار دقيقتين 11 ثانية 13 جزء من الثانية. تهانينا والناموس.